بغية دعم المنتوج الوطني وتشجيع الصناعة المحلية على أيدي أحد المستثمرين العراقيين. يقوم معمل الخياطة العسكرية التابع لوزارة الدفاع بخياطة الألبسة العسكرية وبطاقة إنتاجية تصل لأكثر من 2000 بدلة عسكرية يومياً، إضافة إلى بيريات وتجهيزات أخرى عديدة، وذلك لإظهار المقاتل بأبهى صورة. يتوفر في المعمل العديد من خطوط الإنتاج، منها خط إنتاج البدلة بكافة أنواعها، مثلا بدلات العرضات، بدلات المراسيم، بدلات القوة الجوية، بدلات طيران الجيش، بدلات الدروع. وعندنا خط إنتاج حذاء الخدمة، وعندنا خط إنتاج النطاق، وعندنا خط إنتاج البيرية، وسيتوفر في المستقبل القريب إن شاء الله خط إنتاج الخيام بكافة أنواعها وأحجامها وخط إنتاج الدروع. وقد تم تجهيز المعمل بأحدث مكائن الخياطة من شركات عالمية رصينة ذات منشأ أمريكي إيطالي ألماني، وكما أننا الوكلاء الوحيدون في العراق لشركة باف الألمانية، وتكون البدلة بأسعار تنافسية ومدعومة. المعمل على أتم الاستعداد لتجهيز جميع متطلبات الجيش العراقي بكافة صنوفه. وفي ختام اللقاء أوجه الشكر والتقدير إلى السيد معالي وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش المحترم والسيد مدير الحوادث العسكرية المحترم، لأن كان لهم الدور الأبرز في تدليل كافة العراقيل. المهندسون أكدوا أن خطوط المعمل مستمرة في تجهيز كافة متطلبات الوزارة بما يناسب الضوابط في آلية التحضيرات لخياطة البدلة والتدقيق في مستلزماتها المتميزة. البدلة العسكرية تبلش من الديجيتايزر الرسمي الالكتروني، طبعا يجيني اوردر من مدير الانتاج، تندر هو حسب التندر، تكون الرسمة هنا، تدخل عن طريق الحاسب الالكتروني على برنامج الاكونست، حتطلع لنا اقل فضلة ممكنة، تقييمها جيد جدا طبعا، احنا اخذنا دورة على اساسها بالمانيا، اي نعم، استمرت شهر كامل وتعلمنا عليها والحمد لله والشكر، يعني اذا نشتغل عليها و أجهزة متطورة جدا يعني. ينضم إلينا مدير قسم الإنتاج المهندس حيدر يوضحنا عن آلية عمل البدلة فيها معمل الخياطة. بداية بالإشراف ونهاية بآلية تصنيع البدلة. تبدأ قسم التحضيرات، تحضير الأجزاء الصغيرة اللي تضاف إلى البدلة، أمثال البلبل اللي يجي بالردان أو الكتافية أو قبق الجيب. تتحضر هذه الآلية بالطابق الفوق، تنزل للطابق الأرضي، يبدي تحضير قبل مرحلة الجيب. المعمل مقسم تقريبا إلى 3 أقسام، قبل الجيب، مرحلة الجيب، وبعد الجيب. قبل الجيب يبدي تحضير القطع الطويلة مثال الصدر والظهر، بعد ذلك تربط بها الجيوب، بعد الجيوب يبدي ربط القطع الكبار اللي هي تجميع البدلة وتجهيزها لعملية تركيب الياخة والدقمة. نوع صناعة البدلات أحدث المواصفات المطلوبة من قبل الوزارة. ويضم المعمل 350 عاملاً من كلا الجنسين مدربين على مستوى رفيع من خلال إدخالهم ورش تدريبية على أنظمة إلكترونية للمكائن الحديثة. هاي ماكينة إلكترونية يعني مو سهلة، مو أي واحد يعني، وتقريبا بس هي بالعراق، ما موجودة منها بالعراق، ودخلنا دورات عليها لأن يعني مو أي واحد يجي قبل يخيط بيها. دخلونا دورات وتعلمنا لها، وأني تقريبا صار لي أكثر من سنة أشتغل بيها، يعني طالعة مضبوط ومو يعني طالعة يعني قصدك هاي العدالة مالتها، العدالة مالتها والتقنية يعني كلش حلوة شغلة، كلش حلوة شغلة يعني. تعرف ست سلام عليكم، توضحينا يعني آلية عمل هذه الماكينة شلون؟ هذه الماكينة هي بالأصل إلكترونية وتمتاز بخياطة تركيب الجيب جعبة على البدن، وماكينة يعني هي من نوع باف ألماني، ألمانية الصنع، ودخلنا عليها دورات لمدة شهرين أشهر لأن تختلف عن باقي المكاين. اختصاصها تركيب جعبة أسهل من اليدوي. في حالة حدوث خلل بهذه الماكينة، هل أكو ماكينة يعني ثانية تسد الحاجة؟ نعم موجودة، وحتى هي يعني بسهولة تصليحها الولد هنا، صيانة تصليحها بسهولة، نقدر نحول برنامج من ماكينة إلى ماكينة. شلون كبرت تشوف بنية الخياطة؟ الحمد لله حال قديمة بالخياطة 25 سنة. بأيادي احترافية متخصصة وبأحدث المكائن المتطورة
تضاهي بإنتاجها أحدث المواصفات العالمية. يوفر هذا المعمل كافة التجهيزات العسكرية الخاصة بالجيش العراقي، والذي تمتاز تجهيزاته بكلفة قليلة وبجودة عالية. من معمل الخياط العسكري في بغداد، علي سامي، إعلام وزارة الدفاع.